السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني المشاهدين. هادو بركات ديال الماموني متصل الماموني دي مختومة بالماموني والسمار وهادي تاهو ديكور مختوم بالماموني ديجا قدام القهاوي قدام الديكور كيعجبو هاد المنظر هذا. هادي كذلك تيراس ديال القهوة قدام قهوة قدام شويه جديد ديال الديكور هذا تيجي زوين ورائع. هادي في السطاح تاهي كتجي فنة. هادي تيراسة كاطر بالحديد مغلفة بالرولو. هادي تقويسة داخل البيت كتجي هاد المنظر تاهو زوين ديال القصاب اللي هي الشقة الجديدة ديال الدار ديالو الداخل. هذا السقف ديال البيرغولا مخدوم بالماموني وبانو. هذه براكة كتستعمل بزاف د الاستعمالات كاين اللي كيستعملها حمام كتخدم لها السيما كيديرها في السطاح. هذه بيرغولا مصنوعة من الرولو. هاد البراري كانوا كيستعملو الناس يسكنو فيهم في البحار المخيمات كيديرو الناس السطوحة كيديرو في الفيرمات كيديرو في شي ضيعة شي هادي نفسها غير ما مغلفاش. هادي تغلف بداك الرولو كتغلف في الميكا. هادي بيرغولا كتخدم في قهاوي ولا تيراس كتكون عندو جردة وكدا وكدير الديكور هذا. هادي نفس هاديك الأول اللي دوزنا كتجرى على الميكا في الشتا كاين كيغلفها من الداخل بالتوب كاين كيغلفها بالكرتون كاين تجي زوينة باردة في الصيف تكون دافية في ديالي. عندو مجموعة براريك هادوك لي خدمناهم واحد المخيم في قابوياوة. هادي كنا خدمنا الدي جي السعيدية تيديرو فيها خدمة الموسيقى تما. هادي بيرغولا خدمنا بالسمار وهادي أول مرة خدمنا بالقصب. خدمنا قال الماموني غلفها بالبان وهادو باراسولات ديال القصب خدمناهم في المدينة السعيدية كذلك كيرو في الشاطئ مزيانين. هذا محل ديال الصناعة التقليدية القصبية أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.